هنبدأ أخبارنا من بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش واللي شهدت تتويج بطلتنا المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش للمرة الثالثة على التوالي، وده بعد فوزها في المباراة النهائية على نجمتنا المصرية نور الشربيني والمصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-1 بواقع 11-7 9 11 11 7 11 6 في مباراة استغرق حوالي 51 دقيقة. وبالإنجاز ده تعادلت خلاص نوران جوهر مع رقم الماليزية نيكول ديفيد أسطورة الاسكواش العالمية، وأشاد كمان الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ورئيس قطاع الاسكواش في أندية وادي دجلة بنجاح نوران جوهر إن هي تحقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي عشان تواصل اللاعبة الحفاظ على ريادة التصنيف العالمي للاسكواش. موجه طبعا الشكر للاعبين على ما بذلوه اكيد من جهود خلال البطوله وتقديم كمان نتائج واداء والتزام نال استحسان الجميع. كمان عقدت اكيد البطوله دي في امريكا وكانت في خلال الفتره ما بين 8 ل 15 اكتوبر الحالي بمجموع جوائز كان حوالي بيقدر ب 181 ألف دولار للرجال وزيهم للسيدات.